الناس دايم النهار جوده يكل رجل يجمل فالزوم ونعم يبقى له رصيد واخوانها اهل العز والطالات والمادة الجزيل النعم ما كسبهم ودايدنهم هذا العلم لكن من عزوة أولاد القماي زي مجد يا حما مجد جيل لدى المقاطي من عتايب من على المجد التليل يا هاجسي من شان حفل ليلة عن عشرين التي أنارت المكان وأسعدت أهل المكان باسم قبيلة عتيبة عامة وقبيلة المقطة خاصة وباسم الأخ فهد بن عبد الرحمن بن سفر المقاطي وأخوانه نقول لكم حللتم أهلا ووطأتم سهلا. أيها الحفل الكريم، دعونا نبدأ بخير الكلام وأحسنه وبعطر الأرواح ودواء القلوب وشفاء الصدور، آيات تنير دروبنا، يتلوها على مسامعكم الشاب محمد بن مصلح القحطاني، فليتفضل مشكورا. إن للمتقين مفازا حدائق
عنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. كلمة تلحيبية للرجل الذي حضر الجميع من أجله، إنه الأخ عبد الرحمن بن سفر المقاطي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ويا مسهلا باللي حضر من بعيد ومن قريب، حياكم الله جميعا وبيض الله وجيهكم، الله يجملنا على الرد ويجميل لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضيوف اللي لهم عندنا قدر كبير، لاجلهم جبت الفرايد وهالقاف أنظمة. قصيدة ترحيبية للشاعر متعب بن هويدي المقاطي، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، طبتم وطاب مساءكم، أهني الشاب تركي واتمنى له التوفيق، وارحب بالجميع، ارحب بالامير محمد بالامير هندي بن حميد، وارحب بالامير محمد بن هندي بن حميد، وارحب بالشيخ سنهات بن محي الهراني، وارحب بالاستاذ دكتور الشيخ نايف بن ريب، ارحب بالجميع من جميع القبائل. الكل منكم لحق علينا، والقصيدة هذه لكم أنتم يا ضيوفنا، ومرحبا والله ومسهلا وأنتم اللي شرفتونا. يا حيام الفكر ميرادك العذب الغزير، أنصي العبد الرهاوي هجيج ودرهمة، مع طلوع الشمس ولا مع الثلث الأخير، لو يجي لك بين عوج المحادي برزمه، لا يردك عمرادك لا براد ولا هجير، من تعنى للفرايد ينجب مقسمه. والله اني ما ذخرتك علشان استخير في مديح اهل المواجيب دون مقدمه. الضيوف اللي لهم عندنا قدر كبير، الضيوف اللي لهم عندنا قدر كبير، لأجلهم جبت الفرايد وهالقاف أنظمه، والفرح يزداد طيبه بعد شوف الأمير هندي بن حميد ربي بجوده مكرمه. الضيوف
طيبه بعد شوفه الامير هندي بن حميد ربي بجوده مكرمه التواضع سيمته للكبير وللصغير لو يشوف الضيف يمشي مع الخط عزمه التواضع شيمته للكبير وللصغير لو يشوف الضيف يمشي مع الخط عزمه ذي حمد يوم الليالي غثاها مستطير فعلهم سطر على المجد حبره وقلمه ذي حمد يوم الليالي غثاها مستطير فعلهم سطر على المجد حبره وقلمه من اعتاب سيرة العز والمجد الكبير اسم يرفرف على رؤوس الاشهاد علمه يوم دورات المعارك عبوس قنطرير الجمع لا من نوانا نجيه ونهزمه يوم دورات المعارك عبوس قنطرير الجمع لا من نوانا نجيه ونهزمه وبالجيه دخيلنا في حمانا يستجير عامل وشهرين وتزيد محدن يتهمه يتبجح في ذرانا على عز وخير غربي العارض وشرق الوفود المحرمة يا محمد ندري ان العلا درب عسير يا محمد ندري ان العلا درب عسير كل كايد من جهودك وفعلك تحسمه من ولائك للوطن صرت للمنصب جدير فوق متنك تاج والصدر فيها الأوسمة يا محمد ندري ان العلا درب عسير كل كايد من جهودك وفعلك تحسمه من ولائك للوطن صرت للمنصب جدير فوق متنك تاج والصدر فيها الأوسمة وابن محيي عنده الكايدة شي يسير ابن محيي عنده الكايدة شي يسير شيخ معرب وكل المراجل في دمه أثقل من طويق وامضى من السيف الشطير شايب عقبه يا جعل ربي يرحمه ينهي كبار الدعاوي على هو ما يصير لانتهض ثم لف بشته وطارف معصمه ينهي كبار الدعاوي على هو ما يصير لانتهض ثم لف بشته وطارف معصمه وسعد منه بالشدايد لاقي له نصير مثل شيخ يحل صعب الامور المبهمه وسعد من هو فالشدايد لاقي له نصير مثل شيخ يحل صعب الامور المبهمه ابن ريف راعي الطيب والاسم الشهير يلطم العائل وضيفه يا جاي يكرمه ابن ريف راعي الطيب والاسم الشهير يلطم العائل وضيفه يا جاي يكرمه واعذرونا يا جماعة بقى الشيء الكثير واعذرونا يا جماعة بقى الشيء الكثير وقتنا الضيق يحد الكلام ويدهمه والسلام عليكم ورحمة الله الله يطول عمرك صح لسانك وعلى شانك وبيض الله وجهك على هذه القصيدة ولا يبغى غريبة منك الله يعطيك العافية يا مرحبا ترحيب من زود المعزة والسرور يا مرحبا عد المزون اللي لها برق ورعد يا مرحبا أهلا هلا ننصابها كل الحضور وضيوفنا وأقرابنا الغالين في ليل السعد قصيدة للشاعر المبدع دائما والمتميز في شعره وأدائه إنه الشاعر فهد بن غازي الزراقي فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميع مرحبا بالكل والجميع باسم فهد بن عبد الرحمن واخوانه باسم القطة خاصة وعتيبة عامة مرحبا حياكم الله والحفل حفلنا
يا هاجسي من شان حفل وليل عن 20 ليل ليل اجتماع اهل المواجب القريب والبعيد. الشعر هذه حزته والشعر ميزان الثقيل. اسبح بحر وانحت صخر والخاتمه جزر القصيد. الشعر هذه حزته والشعر ميزان الثقيل. اسبح بحر وانحت صخر والخاتمه جزر القصيد. يا مرحبا ترحيبة النوماس في الليل الفضيل. يا مرحبا نفخر بها وتسرنا والله شهيد. يا مرحبا باسم الكريم الشهم كساب الجميل المحزم المليار رجل الجود والساس الجويل. كريم سبلك أسبال مداح وافعاله دليل. حاتم زمانه واكرمه ما هو على الدنيا جديد. طلق الحجاج ورايته بيضة كفو فعل نبيل. قولوا فعل مقدام ما ينضام من حط من حط العظيم. طلق الحجاج ورايته بيضة كفو فعله نبيل. قولوا فعل مقدام ما ينضام من حطه عظيم. فهد 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 عريب الساس دايم من نهر جوده يكي رجلي مجمل فالنزوم ونعم يبقى له رصيد. فهد عريب الساس دايم من نهر جوده يكير رجل يجمل فاللزوم ونعم تبقى له رصيد. واخوانه اهل العز والطالات والمد الجزيل النعم مكسبهم وديدنهم هذا العلم الاكيد. عيال شيخ نجعلها الفردوس والظل الظليل. نطلب لها الرحمه من المعبود هذا اللي نريد. عيال شيخ نجعل هالفردوس والظل الظليل. نطلب لها الرحمة من المعبود هذا اللي نريد. من عزوة لدى القميزي مجد يحمى مجد جيل. لدى المقاطي من عتيبة من هل المجد التليل. حنا حنا عتيبة من صدرنا ما نعرف المستحيل. نبعدها قوين ونظرتنا ورا الهقوة بعيد. حنا عتيبة من صدرنا ما نعرف المستحيل. نبعد هقاوينا ونظرتنا كما الهقوة بعيد. من دون قاصر فالقبائل فعلهم ما هو قليل. أفعالهم ما هي بدون وباقية ما هي جحيل. والله يديم الحاكم العادل عسى عمره طويل. مليكنا اللي من طناخة طوخ الراس العنيد. والله يديم الحاكم العادل عسى عمره طويل. مليكنا اللي من طناخة طوع الراس العنيد. يوم لي من صاب الصواب وتدعم إيران العميل. خلى لي من بعد السماع زمرة إبليس المريد. يوم لي من صاب الصواب وتدعم إيران العميل. خلى لي من بعد السماع زمرة إبليس المريد. ويوم اليهودي صك باب القدس ويحط ويشيل فزع وخلى من قفل بابه عن المسلم يحيل. سلمان 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 الفخر يشفي بالأفعال الغليل. درع البلاد اللي من الطنخة يحقق ما يريد. ولي عهده ولي عهده محزمه درع الوطن زبل الدخيل. محمد اللي في الضماير قدره وحبه يزيد. ويا تركي الله يسعدك وانت الاصيل ابن الاصيل. مبروك عقد قرانك الليله عسى حظك سعيد. واختامها صلوا على اللي دلنا درب الدليل نبينا محمد شفيع الخلق في اليوم الشديد. سلامتك. وللتنويه القصيده هذه في شيء ان شاء الله شوي تسمعونها بعد. صح لسان شاعرنا فهد بن غازي الزراقي وبيض الله وجهك على هذه القصيده. ابناء عبد الرحمن بن سفر المقاطي رحمه الله ينتظرون الفرصه التي يكرمون فيها الرجال الذين يستحقون التكريم، وها هم في هذه الليلة يستغلون الفرصة من أجل تكريم هؤلاء الرجال الهامات والقامات التي تستحق التكريم في كل محفل وفي كل مكان. بمناسبة حصول الشيخ والدكتور نايف بن قبلان المقاطي على ختم شيخ السلفة فسوف يكرمونه أبناء عبد الرحمن بن سفر على هذه المناسبة.
ذلك تكريم الشيخ محمد بن هندي بن حميد بمناسبة ترقيته من نقيب إلى رائد. كذلك تكريم الشيخ سفر بن سفر المقاطي بمناسبة حصوله على ختم الصملة من الهوارنة، ويستلمها نيابة عنه ابنه العمدة يوسف بن سفر المقاطي. وكذلك تكريم يوسف بن سفر المقاطي بمناسبة تعيينه عمدة لحداد. تكريم الأستاذ ماجد بن مثيل المطيري بمناسبة تدشين سناب بحرة مباشر في محافظة بحرة. تكريم الشاعر عبد الرحمن بن حمود السبيعي بمناسبة القصيدة التي قدمها وأهداها لأبناء عبد الرحمن بن سفر. تكريم الشاعر فهد بن غازي الزراقي. تكريم الشاعر متعب بن هويدي المقاطي. وبعد هذا التكريم الذي لا يستغرب من أبناء عبد الرحمن بن سفر المقاطي، أعلم أن الحضور يتعطشون من أجل معشوقتهم وينتظرون على فارغ الصبر لأجل أن يشاركوننا فرحتنا شيبا وشبانا، فدعونا نبحر في الشيلات. نريد أن نبحر في عالم الشيلات، شيلة مقدمة من الشاعر عبد الرحمن بن حمود السبيعي والمنشد سلطان بن عبيد القحطاني. Yeah.
لأجدادنا وآبائنا، ثم لنا في هذا الوقت. إنه رجل يقدم كل ما لديه من أجل إسعاد الجميع، ومن منا لا نستطيع الغنى عن هذا الرجل. هذا الرجل الذي احتضننا جميعا ووقف أمام كل عدو وأمام كل فتنة. إنه الوطن، وطنكم أمانة في أعناقكم، وها هو الوطن من شرقه وغربه وجنوبه وشماله ووسطه في تلاحم وقوة بفضل الله. ثم شباب هذا الوطن ورجال هذا الوطن والرجال البواسل والجيش الذي يسعى ليلا ونهارا ويسهر من أجلنا، ألا نقدم له جزءا في حفلنا هذا؟ نقدم شيلة وطنية نعبر فيها عن إحساسنا وحبنا لهذا الوطن، ولكن يستحق الكثير هذا الوطن. نبين بعض الشيء، بعض الانتماء، بعض الحب. وطنكم ليس كالأوطان، وطنكم يحتضن الحرمين، وطنكم هو الذي جاء فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وطنكم كل يحسده من جميع الدول، لكن بوقفتكم وتكاتفكم فأنتم الرجال وأنتم أهلا لهذا الوطن. نترككم مع الشيلة الوطنية بعنوان الرأس مرفوع والرايات مرفوعة. Wow.
في الختام نشكركم جميعا على تلبية الدعوة وعلى حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.